إلا وهو من صنع الله سبحانه وتعالى. ولهذا احنا مع مرورنا في هذه الحياة أننا نباشر الأسباب المادية، ولذلك هذه مباشرة الأسباب المادية خلتنا ننسوا الله سبحانه وتعالى، ولينا نعتقد كأن الحياة الدنيا تسري وتمشي بأفعالنا احنا فقط، نسينا ربي سبحانه وتعالى. ولهذا شوف مع كثرة الأخبار وكثرة القيل والقال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا القيل والقال يكثر فينا، وتتبع الأخبار أكثر من الحد اللازم وأكثر مما نحتاج، خلانا دائما نتعلق وننسب الأشياء إلى الأمور المادية الموجودة الآن، وخلات الأخبار هذه تخلينا ننسوا رب العالمين. شوف مثلا الجفاف، كم من مرة الناس استسقت؟ خليك الاستسقاء هو في ذاته راه يخرج عن كما يقولون الطابع الفقهي تاعو الشرعي، يعني السنن تاعو ضيعت وجردت من سننها هذه الشعائر العظيمة. وزيد على ذلك شوف احنا الآن لما نتكلموا عن الاستسقاء أو نتكلموا مثلا عن الاستسقاء، صارت الناس تنكت على الاستسقاء. هذا كله وش يعمل؟ هذا يخفت عظمة الله في نفوس الناس، يقولون الناس ما يعظموش رب العالمين وما يعظموش شعائر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر وش هو؟ أنك لما تتكلم على هذه الأشياء اللي ربي يربطها ربط، ربي يربطها ربط. شوف الآن احنا قرينا في جات هكذا، يعني قريت أنا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. كاين آية لافتتني على كل حال، وهي: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني ربي عز وجل لما ذكر هذا الغيث أذكر هذا في السياق، في نفس السياق أذكر بأنه ما من شيء يصاب به الإنسان. ولذلك شوفوا القرآن، القرآن والله تأملت في القرآن مليح، قريت في القرآن لقيت واحد الرد عظيم على هذا الناس اللي يحبوا يبينون اليوم في هذا الزمن أن كل شيء يقدر يمشي بإلحاد بعلمانة، كما قلنا خاصة العلمانية اللي هي راهي تندس فينا وتدخل حتى المساجد العلمانية، كأن الإنسانية موجودة في غير الإسلام ونقدر نعيش بلا إسلام، والاقتصاد تتكلم على الاقتصاد بدون إسلام، ودير سياسة بدون إسلام، يعني وكأننا الدين هذا يبقى في المسجد كالتراث، يولي كما ولو النصارى عندهم كنيسة وعندهم مسجد كما احنا يهودا مسجد، مع الوقت يعودوا يدخلوا غير التوريس يشوفوا يروحوا، هذا ماذا؟ ولا نجوا احنا نصلوا كأننا في قاعة رياضة نديروا حركة ونمشوا نروحوا، يجرد الدين من الروح تاعو. ولذلك احنا باش من العبادات الامور اللي تزيد لنا الايمان وتعلقنا بربنا سبحانه وتعالى وش هي؟ اننا اي حاجه تصرف في الحياه: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. الاقتصاد: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وغيرها 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 وغيرها: لو انكم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه. يعني كاين بزاف امور ربي سبحانه وتعالى هما في حياتنا راهم، ولكنك ان تؤمن ان الله هو الصانع، لان الايمان بالله هو الموجود، انك تؤمن بان الله موجود هذا ما يكفي، هذا ما يكفيش. كم من واحد يؤمن بان الله موجود وهو كافر، كافر يقول لك انا امن بربي من امن محمد صلى الله عليه وسلم. كم من واحد راه يؤمن بان الله موجود وهو عدو لدين الله علماني، يقول لك انا امن بربي بصح ربي يقعد في مكان ويقول لك هذا، يقول بهذا اللفظ يقولها. فاحنا الان لازمنا ديننا يسري في كل حياتنا، هذه اللقطه تسرى، حركه تسرى، حركه تسرى في الحياه. لازم الانسان يرجع يسجد سجود شكر، نزل ربي الغيث تاعه، لازم تتحرك نفوسنا. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام يتقلب الجو وتقلب وجهه معه. وش معناتها هذه؟ معناتها انسان عايش بكل الايات اللي راه دايره به، ماشي قران فقط. وماهوش درس باش يعمر لك الايمان تاعك ولا تقرا كتاب. آية من آيات الله جازت عليك، هذا هذاك التوحيد عملي تمشي معاه في حياتك يوميا. كل يوم عندك دروس التوحيد، كل يوم شكون يقريك؟ الآيات التي تحيط بها. شوف واحد أعمى يقول سبحان الله، كان قادر ربي يعملني كما هو، وأنا قال يا ربي البصر هو مسكين ماهوش يشوف، فضلني ربي عليه. شوف سبحان الله نعمة تشكرها، تولد فيك شكر من الله سبحانه وتعالى. وهذا الآن الغيث اللي نزل هنا لازم يكون عندنا وقع فيها، نسأل الله يكون رحمة ويكون بشرة خير.
ويكون لنا يعني زيادة في إيماننا كما صار بهذه الأرض بعد جفافها. نسأل الله يسقي قلوبنا ثاني. هذه القلوب اللي ماتت نسأل الله العافية والسلامة، مرضت مرض خطير أكثر من مرض الكوفيد هذا اللي الناس خايفة منه. هذا الخوف من خوف من ما تولد من مرض القلوب يروا فينا هذا. والله نقرأ القرآن القلوب فتتحرك، نصلوا ولا الله ما علم بنا شنو نصلي، لا ندري لا نقف بين يدي رب العالمين ولا واقفين بين يدي آخر، ماذا نفعل؟ وشوفوا تصحيح المفاهيم عند الرسول عليه الصلاة والسلام كانت موجودة. وش معناتها؟ معناتها الناس مع مرور الزمن لازم دائما واحد يذكر، وهذه من مهام الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وخاطب بها الرسول عليه الصلاة والسلام. من مهامه الصحابة ينساو، الصحابة رضي الله عنهم ينساو بشر كيما احنا هما، مع مرور الزمن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يعطيهم تصحيح المفاهيم. شوف لما الناس كانوا يصلوا في المسجد وجاءوا الناس متأخرين ورفعوا صوتهم بالقرآن، رفعوا صوتهم ماشي بالبالون ولا بكاش حاجة، بالقرآن، ماشي تجارة ولا غيبة ولا، رفعوا صوتهم بالقرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج. هنا واش احتاج الموقف؟ الموقف احتاج إلى إعادة الذهن إلى الصورة الحقيقية للعبادة، إعادة الذهن إلى الصورة الحقيقية إلى حقيقة الأمر، هذا هو تصحيح المفاهيم. قالهم النبي عليه الصلاة والسلام إن المصلي يناجي ربه. كان قادر يخرج يمد لهم حكم فقهي يعرفوه كامل، بصح عالم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر ماشي يصلح، لازم الوش يرجعهم إلى فهم. وشن هو؟ أنك راك واقف، أنت واقف وتقول الله أكبر والحمد لله، وتقول قل هو الله أحد، وتقول سبحان ربي العظيم، تقول كل أذكار هذه هي صلاة، بصح لها ماشي هي حقيقتها. حقيقتها أنك أنت تناجي الله، تأخذ وترد مع رب العالمين. إذا هذا واقف قدامي يرد مع رب العالمين ويأخذ أو يناجي في ربي سبحانه وتعالى. هنا يقول لي هذا واحد يقول يسمع على بك هذا اللي واقف قدامك، شكون هذا؟ أنت جيت متأخر، هو متأخر، وهذا اللي واقف قدامك على بك شكون؟ هذا إنسان راه واقف بين يدي رب العالمين، تعطيله يتولد فيك احترام، يقول أنت تحترم هذا الإنسان هذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام فهم الناس، يرجحهم الحقيقة، لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك إلى آخر الحديث. فلهذا حنايا هذه الدنيا اللي دايرة بينا كاملة على فرط الذنوب تاعنا وتقصيرنا وغيرها، عندنا حنا باش بين قوسين نستدركوا نريكيبيريو نرجعوا في كل يوم راك حاضر الدروس كل يوم. وشنو هي الدروس هذه اللي هي الآيات اللي تدور بك؟ شوف حنا كل ما نوضوا نحمد الله ربي حيانا بعد ما ماتنا، كل لقطة بالذكر علاه هذا الشيء هذا، لكي تتعايش مع اللقطات اللي تعيش فيها، دائما تتغذى بالتوحيد العملي. وهذا النزول المطر هذا يعني بعض الناس كأنه لا حدث، يجوز عليه عادي، رحمة من الله استجاب الله سبحانه وتعالى، ونعمة من الله. إن كان الناس استغفروا فهذه من الله عز وجل على عباده أنه قابل استغفارهم وأعطاهم. إن كان الناس ما استغفروش وربي رحمة من عنده سبحانه وتعالى بيد الشيوخ الركع والأولاد الرضع، أعطانا ربي سبحانه وتعالى من فضله، حتى وراكم مذنبين مجاهرين تاركين الزكاة مطففين في الكيل فاعلين هاكوا يا عبادي رحمة من عندي، فنحمدوه ونشكره سبحانه وتعالى. فتعيش، خليك عايش دائما مع تقلبات الجو، خليك عايش مع الحياة اللي تعيشها الصباح العشية، فقير درس، جاك غنى درس، مرض درس، بريت درس من الله، هذا كله خليك تعيش معه، لأن الإنسان بلا هذه الحياة يا جماعة يعيش كما قال ربي صلى الله عليه وسلم يعافيني ويعافيكم والذين كفروا شوف الذين كفروا يعيشوش مع الآيات، يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بهيمة هذيك الكافرة، بهيمة كما تأكل بهيمة، علاه ياكل وما يفكرش عادي. كما نقولوا احنا دركا يعيش الحياه الفيزيولوجيه فقط، ياكل باش يسمان يريجيم يحوس كذا يطلع يكبر يصغر يموت خلاص السلام عليكم راح. احنا لا، احنا ماهوش هذه حياتنا ايمان، خلقنا باش نتقدموا عند رب العالمين وناتيه بقلب سليم وترفع ما درجتنا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وباش يكون عندنا هذا الشيء هذا كيف نديره؟ لازم نعيشوا مع الحياة هذه كامل، تأكل آية من آيات الله،
تشبع، هي من آية الله، عندك فيها ذكر، ذكر دائما ينزل المطر.